اما هلا هايدي وصلنا لفقرتنا الطبيه، واكيد رح نحكي فيها عن موضوع كثير مهم، تامور القلب يلي هو التهاب التامور. يمكن نادرا ما نسمع بهذا المرض شو هو، اليوم رح نعرف عنه بشكل مبسط اكثر. هو بيشبه هيك ألم مثل ألم الطعن وألم كتير كبير أو حاد بالصدر، لدرجة إنه الشخص ما بيعود بيتحمل حاله من شدة الألم. رح نتعرف على أعراض كتير أكيد وأسباب التهاب التامور وشو هي المخاطر يلي ممكن تصير أثناء الإصابة بهذا المرض، وأكيد رح نتعرف سوا على طرق العلاج بالخطوات الصحيحة. اليوم مع الدكتور أيمن كشتو أختصاصي القلبية. يسعد صباحك دكتور. صباحك دكتور. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه كلنا بنعرف امراض القلب حساسه وشائعه وعديده، يمكن بتسبب خوف وقلق عند الاشخاص يلي عندهم فعلا مشاكل صحيه بالقلب. خلينا بدايه نحكي عن مرض تامور القلب، نحن شو بنقصد فيه كمصطلح طبي؟ هلا هو التامور هو الغشاء اللي بيحيط القلب، بيتالف عاده من ورقتين او طبقتين، خلينا نسميهم طبقه بتحيط بالعضله القلبيه وطبقة بتحيط بالأعضاء المجاورة للقلب. مهمة القلب هو مهمة التامور هو تثبيت القلب بمكانه وتثبيته مع الأعضاء الكبيرة مثل الأوعية الكبيرة. بيناتهم بيكون في هاي الوريقتين كمية قليلة من السائل، تقريبا شي 50 ميلي، بتساعد على انزلاق الوريقتين مع بعضهم. لأنه مثل ما بنعرف القلب عضو متحرك، ما هو عضو ثابت مثل الكبد والكلية، عضو متحرك، فبده هذا السائل بيساعدنا على الانزلاق أثناء الانقباض والانبساط. يعني عرفنا من حضرتك انه التامور هو منطقة بالقلب، هو غشاء بدنا نعتبره بيتالف من طبقتين بحاوه القلب. شو هي الامراض يلي ممكن تصيب التامور وممكن تكون معدية نوعا ما؟ عادة الانتانات الخمجية هي اللي بتصيب، اشيع شيء بتصيب التامور. في ممكن يكون اوقات التهاب التامور ممكن يكون مجهول سبب، ممكن يكون سببه جهازي، سبب قصور كلوي مثلا، ممكن يكون سبب مرض مناء، امراض مناعيه، بس الانتانات الخمجيه عاده تحتل اشيع الاسباب لالتهاب التامور، واكثر شيء الانتانات الفيروسيه كثير شائع. بعد الانتانات الفيروسيه عاده بتتطور تقريبا بعد اسبوع من الانتان الطرق التنفسي العلوي لحدوث بالتهاب بهذا التامور. عن طريق شو ممكن تنتقل دكتور؟ مثل ما بنعرف نحن الانتانات الفيروسيه بتكون معممه، ما بتكون موضعه مثل مثلا الانتانات الجرثوميه. عادة مثل القريب بتلاقي أعراضه عامة، المريض عم يشكي من صداع وآلام مفاصل وآلام عضلية وآلام بطنية. تمام. فهو عادة الإنتانات الفيروسية بتكون معممة، بتصيب معظم الجسم. فالإصابات للأغشية المصلية شائعة بالإنتانات الفيروسية، هو يعتبر غشاء مصلي غشاء التامور، فممكن إنه يلتهب. ينتقل دكتور، ينتقل اني انا انعدى. تمام. لا، التهاب التامور عاده بيكون غير معدي، ولكن الانتان التنفسي هو اللي بيكون ممكن ينتقل من بس في اعضاء الجسم يعني ينتشر. لا، الانتان يعني التهاب التامور ما غير معدي يعني عاده. تمام دكتور، خلينا نوضح كمان الاعراض او العلامات او الاشارات اللي ممكن تظهر عند الشخص لحتى نعرف انه عنده مرض تامور القلب. هلا اذا بدنا نحكي على اشياء الإصابة، هو الالتهاب التامور الحاد هو اللي بيجي تقريبا بعد أسبوع للأسبوعين من إنتان الطرق التنفسية العلوية. بيكون المريض حس حاله أنه بلش يطيب، يعني فجأة ببلش بيحس أنه في عنده ألم شديد بالصدر. طبعا بتختلف شدته حسب شدة الالتهاب، طبعا كمان بترافق مع ألم عند السعال، واللي بيميزه تقريبا التهاب التامور عن غيره أنه الألم بيكون بزاد عند الاضجاع، ممكن انه يتمطط التامور شوي وهو بيكون في التهاب، فالمريض ما بيقدر يتسطح، فعاده بميل للوقوف او الميلان للامام لحتى يقدر يرتاح. طبعا هي التهاب التامور عم نحكي الخفيف، ولكن ممكن تتطور اعراض اشد اذا كان صار في انصباب بالتامور، فممكن تبلش عنا اعراض زله تنفسيه شديده. هي الإصابة يعني التهاب التامور الحاد ممكن أنه تزيد الكمية السائل، بنحكي نحن 50 ميلي، ممكن تتراكم أكثر أكثر، بتبلش هذا السائل يضغط على القلب، فهون ببلش بقى مشاكل قلبية اللي بنحكي عليها. يعني كل هاي الأعراض الموجودة فينا نقول عنها خطيرة نوعا ما، وبنفس الوقت يلي بيكون عنده هاي الحالة أو هذا المرض بحس بألم كتير حاد وشبه الطعن بصدره، هذا الشيء بيكون مهدد للحياة أوقات ولا بمعظم الحالات؟ لا،
بمعظم الحالات التهاب التامور علاجه بيكون خفيف بمضادات الالتهاب غير استيرويديه، بمعنى اخر مثل البروفين مع الكولشيسين بيكون العلاج. ولكن امتى بيكون مهدد للحياه؟ اذا صار عندنا سطام تاموري. والسطام التاموري بمعنى انه في تراكم شديد للسوائل وسريع صار حوالين القلب. هذا السوائل ممكن تؤدي لانخماص الاجواف القلبيه، ما عاد بيقدر القلب يقدر يستوعب دم ليقدر يضخه. فهون صار عندنا مثل حاله قصور قلب. واللي بيتاثر اكثر شيء ويبين معنا بالايكو هو البطين الايمن مو البطين الايسر. عاده البطين الايمن جداره رقيق فما بيقدر يتحمل ضغط حوله مثل فبالسطام حاله مهدده للحياه تستدعي علاج سريع جدا. ممكن يكون انه عن طريق بذل اسعافي ابره طويله تحت توجيه الايكو ممكن نفوت ونسحب هاي السوائل نريح القلب يرجع ينقبض بشكل افضل. يمكن لما نقول انه الالم اشبه بالطعن فقد ايه يعني الحاله صعبه وقد ايه المشكله كبيره. طيب دكتور خلينا نحكي عن التشخيص، اليه التشخيص المتبعه اليوم حتى نعرف بمرض التهاب التامور. والله في تحدي بالتشخيص عنده لانه اوقات التبدلات التخطيطيه لالتهاب التامور بتشبه احتشاء العضله القلبيه الحاد، يعني ممكن تكون كثير تبدلات مشابهه. فبيكون في تحدي للطبيب ليقدر ياخذ قرار بسرعه، لانه اذا كان احتشاء حاد نحن حول تسريب حال للخسره او قسطره اسعافيه. اما اذا كان التهاب تامور فبيختلف العلاج كليا، نحن بنعطي مضادات التهاب ومنراقب بالايكو. فالتشخيص فيه بصراحه فيه تحدي. الطرق الثانية مو بس تخطيط القلب، نحن بيخربطنا لأنه تخطيط القلب نضطر نستعين بإيكو القلب نشوف كمية السائل إذا زايدة أو لا. بالفحص السريري ممكن أنه نسمع بالسماعة فوق القلب الاحتكاكات التامورية، ممكن كمان هي توجهنا على التشخيص. طبعا في عندنا كمان موجودات ثانية بتكون مخبرية، وتنلاقي مثلا ارتفاع سرعة التسفل مع الألم الوصفي للمريض انه الالم عم يزداد بالاضطجاع عم يخف بالانحناء للامام. هي كلها شغلات بتحاول تاكد لنا تشخيص التهاب التامور. بس بصراحه مو دائما الامور بتكون هيك واضحه وسهله. ممكن صعب التشخيص يكون دكتور؟ والله في حالات بيكون فيها تحدي بصراحه ليقدر الواحد يقدر يشخص بدقه، لانه قلت لك يعني هو التشخيص التفريقي بالاول بيجي مع احتشاء العضله القلبيه، واثنيناتهم عندهم الم صدري، واثنيناتهم ممكن التخطيط يكون بيشبه بعض. فهون بقى نحن بدنا ننتقل للوسائل التشخيصيه الثانيه لنقدر نميز. تمام. شو هي وسائل التشخيص الثانيه اللي انت حكيت عنها انه ممكن تخطيط القلب هي ما تكون كافيه؟ تمام. عندنا ايكو القلب والفحص السريري. والفحص السريري والسماعات. والقصه السريريه للمريض، يعني عاده مريض الاحتشاء بيكون المه شوي اشد وبيكون الحاله عم تدهور بشكل اسرع. التهاب التامور بتكون قصته شوي مزمنه، ومريض الاحتشاء مثلا ما بيتضايق اذا تسطح او قعد، ما بيفرق الالم، الالم رح يكون شديد على الحالتين. انتشارات الالم للطرف الايسر، التعرق، الغثيان، كلها بتوجهنا اكثر لاحتشاء العضله القلبيه. بينما الالم الصدري قلت لك اللي عم يترافق مع السعال او مع الشهيق العميق هذا بيوجه اكثر للتامور. هلا هو يعني مو كل الحالات بيكون فيها تحدي، بس قلت لك في قسم صغير منها ممكن انه يكون فيها الواحد يخربط فيها او شيء. طبعا. تمام. بس هو القسم الاكبر يعني لا بيكون واضح التهاب التامر. طيب خلينا نرجع للاعراض، يعني ذكرنا بالبدايه انه في اعراض ممكن تظهر، الم شديد مثل ما ذكرت حضرتك، شو العارض اليوم يلي ممكن يظهر عند الشخص ونعرف انه لا خلص هون لازم نستشير طبيب، هون لازم نروح لعند الدكتور، شو فينا نوضح؟ هلأ نحن دائما بننصح أي ألم صدري بده استقصاءات قلبية، يعني بصراحة ما فينا نحن نتهاون أبدا، سواء كان ألم صدري بسبب التهاب تامور أو بسبب احتشاء عضلة قلبية أو لأي سبب إن كان، الألم الصدري بده متابعة قلبية. صعب المريض يقدر يحدد أنت عندك ألم صدري، لازم تخطيط قلب، لازم تراجع يعني طبيب قلبي. الأعراض دائما بتكون شوي مشتبهة، أوقات آلام المري، أوقات آلام المعدة، آلام القرحة، كلها بتتشابه مع بعضها. فهون نحن دائما بنلجأ للاستقصاءات لنقدر نميز بين هي الأمراض. فنصيحتنا للمرضى، أي مريض عنده ألم صدري عم يصير بعد إمتهان طرق تنفسي علوي قريب، يعني بمعنى آخر عم يزداد الألم بالاضطجاع، عم يخف بالانحناء، عم يزداد بالسعال، في ضيقة نفس،
هي مفروض نشك نحن بالالتهاب التامر. دكتور قبل ما ننتقل لخطة العلاج يلي لازم تكون هي بطرق كتير صحيحة وحذرين يعني نوعا ما فيها، خلينا نتعرف على الأسباب ليش بصير نحن عنا التهاب تامر. هلا قلت لك كإنتان فيروسي لأنه هو أصلا بيصيب كل الأغشية المصلية بالجسم. يعني ممكن نلاقي التهابات بكل الجسم نتيجة إنتان فيروسي. هيك لحاله ممكن يصير بدون ما نحن نتعرض لشيء أو ناخد شيء؟ لا هلا أنت الفيروس دخل على الدم انتشر بكل الجسم، فممكن يأثر على كل أعضاء الجسم. ممكن إنه في نوع فيروس معين بيصيب الإنتان، بيصيب التامور أكثر من غيره. بس كمان ممكن التهاب التامور يكون بسبب إنتاني، ممكن ينتقل من ذات الرئة ينتقل للقلب، ممكن يكون سببه التهاب تامور يوريميائي، يعني ارتفاع كمية البولة والسموم بالدم بتخلي هالكمية السائل تزداد ويصير في التهاب. ممكن يكون بسبب الأمراض المناعية الذاتية، دائما بالأمراض المناعية الذاتية بتكون مناعة الجسم عم تهاجم الجسم، فكمان بتهاجم ممكن المفاصل والأغشية المصلية بالمفاصل بالتامور بالجنب، بتلاقي عم تهاجم الجسم كله، فكمان بصير التهاب تامور ضمن سياق هاي المشكلة. ممكن للقريب دكتور وقت الشخص بقرب أو بصير عنده زكام أو تغيير جو، يعني كل جسمه بينهد، بيقول لك قريب مثلا نازل على جسمي على مفاصلي على رئتيني، ممكن بمعظم الحالات ما بيكون في انتقال للتامور، ولكن في حالات بسيطة لا ممكن انه ينتقل هذا الفيروس للتامور ويعملنا الالتهاب. دكتور بنسمع انه ممكن ينتشر للكتفين او الظهر او الرقبة، شو صحة هذا الموضوع؟ اي طبعا هو يعني قلت لك لانه بيختلط مع الاعراض الثانية، بس التهاب التامور ممكن ينتشر لكل الصدر، ممكن للعنق والاكتاف. طيب خلينا نروح لموضوع التغذية والنظام الغذائي، ده اليوم بيلعب دور إن كان بالعلاج، بيساهم بخطة العلاج أو بتخفيف شدة الحالة. اليوم خلينا نحكي عن النظام الغذائي المناسب لمرضى القلب وتحديداً تامور القلب. هلأ بالحقيقة ما في توصيات بس ممكن تأثر دكتور على الموضوع؟ لا هلأ بالنسبة أغذية معينة، مشروبات معينة ممكن سبب بمضاعفة الحالة؟ لا بالحقيقة ما كتير إلى دور مهم بهيك حالة بصراحة. بس أمراض القلب بشكل عام، أمراض القلب بشكل عام طبعا يعني كتير بيتأثر النظام الغذائي للشخص بالحالة القلبية والحالة السليمة للقلب عند هذا الشخص. بس التامور شوي ما بيتأثر بموضوع الأطعمة بصراحة. يعني خلينا هيك بنهاية فقرتنا معك والمعلومات الحلوة اللي قدمت لنا إياها والقيمة جدا، نصيحة لكل الأشخاص يلي ممكن يتعرضوا، طبعا الله يبعد هذا المرض عن الجميع، بس ولكن لا مهرب ولا بد، يعني نحن ما بنعرف بأي ساعة ممكن نمرض أو شو ممكن يصير معنا، شو هي النصائح يلي بتقدمها للمشاهدين؟ بس يعني النصيحة الأهم هي عدم التهاون بأي ألم صدري. يعني عدم التهاون، تشنج أو غير تشنج أو تخطيط القلب والإجراءات الثانية هي اللي رح تخبرنا. يعني هي أهم نصيحة والله، ورغم هالشي لسه عم نلاقي عالم عم يكابروا على مرضهم، عم يدعوا أنه والله هذا تشنج عضلي، هذا ألم ما له قيمة، هذا تشنج كولون. فنحن دائما ننوه على أنه الألم الصدري إله خصوصية لأنه بدنا سرعة بالأخذ القرار. تمام، ختام حديثنا معك الدكتور أيمن كشتو اختصاصي قلبية، بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات الطبية المهمة يلي قدمت لنا إياها، وأكيد بالصحة والسلامة للجميع. شكراً أكيد لك. شكراً لك دكتور، وأكيد بالصحة والسلامة لإلك ولجميع المشاهدين كمان.